مشاهدينا الكرام، الميدان يا حميدان، وصلوا على النبي العدنان، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله. من هنا من المكلا نزال جديد وتحدي جديد مع المهزوم دائما الأخ زيكو. على من يتكلم؟ أتكلم عليك. على من تتكلم؟ عليك يا حبيبي. أنا من يوم ما خلقت وأنا متعود أفوز. بس يلا بسم الله، معي فريق اليوم مستعدين. مستعدين. شوف شوف على أصوات، شوف على أشياء. فيه اسمك؟ علي ناصر. علي ناصر. عماد حداد. عماد حداد. محمد بتوفيق. محمد عمر بتوفيق. محمد عمر بتوفيق. متأكد؟ أيوه. وين صوتك؟ موجود. وين؟ محمد عمر بتوفيق. يا سلام. أشرف باشنقرة. أشرف باشنقرة. تحية للأصفر. حيوم يا شباب. شوف شوف شوف. طيب. بغيت حماسة. عرف اسمك. عمر أحمد. بقوة. عمر أحمد. أيوة. محمد عبد الله. ها. إبراهيم أحمد. أيوة. عمر جلال. يا سلام، حلو. جاهزين ضباط. جاهزين. تحية للفريقين يا شباب. أعزائي المشاهدين، تابعونا في الجولة الأولى. مشاهدينا الكرام، الجولة الأولى الآن. شوفوا أمامكم التفاحة الجميلة والرائعة، هذا معلقة بخيط في العارضة الآن، وأيديهم مربطة لخلف الآن. قوة التركيز، من يكمل ويخلص الأول هو الفائز. جاهزين؟ أنا معي الأخ محمد. محمد بيسرطها واحدة مرة واحدة. عيشفتها. أيوة. أنا الفريق حقي زي توم وجيري لما يختفي الآن. أيوة. يلا جاهزين؟ نعد لهم؟ نعد مع بعض؟ نعد لهم؟ يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. ابدأ. يلا يلا. أيوة أيوة. ما تاكل هذا الحين؟ كل كل كل. ايوه اشفطها اشفط. ايوه ايوه. ايش فيه؟ طبعا اعزائي المشاهدين، انتهى الوقت المحدد. اللي سقطت التفاحه يحاول يغسلها وياكل. هذه نعمه نحافظ عليها. ايوه. طبعا اللي سقطت عليه من مره يتحمل مسؤوليه نفسه. ما ايش نسوي لك؟ ايش نسوي لك؟ وكل فريق يحسب حقه. النتيجه الان. النتيجه فايزين. فايزين. النتيجه نشوف ايش فيه. هذه لا بأس. لا بأس. هذه ولا حاجه جديده. هذه شويه لا بأس. هذا الجاوع. كيف سويت؟ كيف سويت؟ شليت بلساني وحقته. كم حقتك؟ يمكن ثلاث.
وينها تبعك؟ سقطت. تغسلها وتاكلها؟ محمد ما في الا سنونه باينك. ما في الا سنونك وعمره سنتين هذه. ليش ما اكلتها؟ ما عرفت لها والله. كيف ما عرفت لها؟ خلاص قدرها يعني. ايش فطت؟ وعلى طول بات فط. ما عرفت لها والله. ما عرفت لها؟ لا والله. محمد بابا بسم الله. ها ها يا خالد ها ها ما شاء الله بالحين. إذن أعزائي المشاهدين الجولة حسمت لصالح الفريق الأحمر. الجولة الأولى حسمها أخي زيكو، الجولة الثانية إن شاء الله بحسمها أنا. طبعاً العبارة عن طحين. أيوة. وسط الطحين هذا تفاح. اها وسط ال... اي واحد من عندك من فريقك واحد من فريقي. تمام. بيبحث عليها. البحث سهل، ممكن اي حصلها بسرعه. بيكون اثنين من فريقك واثنين من فريقي. ايوه ايوه تمام. بس على واحد واحد. ايوه تمام ريض اكيد. ياخذ التفاحه. ايوه وياكلها. هنا السر، ياكل التفاحه. اللي ياكلها سريع هو الفائز. نحن الفائز. لعد تسال من حبيبي معانا كم من علي قدم يا علي. يلا قدم صاحبك. تقدم يا صاحبي. تقدم يلا تعال. الله 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 الله. شوف الله على ولدي علي. نعم. جاهز؟ جاهز ونص. جاهز. والله مشغله حياكل الماسة مع الطحين مع الكل. قل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اقوى تحيه للفريق الاحمر. شوف 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 شوف. جاهز مالك ساكت؟ ونص جاهز. خلاص طيب يلا يلا بسم الله. واحد يلا 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 يلا. أكل الطحين مع التفاح مع الكل. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كيف الطعم؟ أوه كيف كيفك؟ أول برزت برزت. ها كيف الطعم؟ الطعم على كيف كيفك؟ الله يحفظك ويعافيك. ها لحظة لحظة، هذا الأخضر حقكم أصلاً. ها شفت هذا الأخضر حقكم. باقي شوية من التفاحة. إذن الأحمر شوف شوف أثار الجريمة. يلا نقطة لك. يلا 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 أقوى تحية. الآن يتم تغييرنا أعزائي المشاهدين، وتابعونا في الشوط الثاني من الجولة الثانية. جاهزين؟ محمد جاهز؟ جاهزنا. محمد ضروري تفوز. ما عليك. أنا أرجوك. بفوز. بليز. بفوز. يلا. لا تتعب وأنت جاهز صح؟ جاهز. يكفينا إنك جاهز يعني فايز. يلا. يلا نعد. ها. واحد. اثنين. يلا. 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 أيوة. يا سلام عليك. أصفر والنبي أصفر. صلوا على النبي أصفر. صلوا على النبي أصفر. صلوا على النبي. صلوا على النبي. ايش من تفاح وايش من طحين يا حبيبي؟
عملة معدنية نخفيها داخل الطحين واللي يخرجها الأول هو الفائز. موافق. موافق؟ موافق. ارجعوا. اعطونا العملة المعدنية. يلا. يلا. كيف المقلب؟ كيف المقلب؟ كيف المقلب؟ لحظة لحظة اديني شعوره كيف المقلب يا زيكو؟ يا اخي والله ايش؟ أول مرة أطعم الدقيق و ودقيقة المهم اخي زيكو شرب المقلب وغطس بين الطحين وما ايش اسوي له ويتخيل قد حسم المقلب ما حسبش قصدي الجوله باقي جوله ثالثه الان بتحسمها يا انا يا انت ها لان احنا تعادل في الجوله الاولى والثانيه فهمت يا حبيبي يلا صير تروش اما ما يتروش تابعونا مشاهدينا الكرام الان الجوله الثالثه والحاسمه اثنين من فريقي واثنين من فريق زيكو أيوة. مربطين الأرجل بيروح يخذوا البيض اللي هناك طيب ويوصلوها سليمة إذا اكتسرت هم يعني بيكون الفائز مربطين الأيدي والأرجل جاهزين؟ طيب. نحن جاهزين جاهزين؟ جاهزين معدة لهم؟ يلا لحظة لحظة انتبه هذه النقطة لي طبعاً نقطة الآن باقي المرحلة الأخيرة هي آخر حاجة ومن بيحسمها بيحسم الجولات كلهن جاهزين؟ جاهزين 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 واحد اثنين يلا 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 شباب يلا أحمر أحمر أصفر أصفر سريع 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 امشي 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 بسرعة بسرعة امشي امشي سريع ايش في يلا 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 بابا بابا ايش Thank you.
المشاهدين الميدان يا حميدان وصلوا على النبي الحدنان حسمها الفريق الأصفر. معلش 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 محمد دحق صبعي. لحظة كيف حسبتها أنت؟ ها ما هو؟ كيف حسبتها إنه أنت فزتوا؟ حسب معي. ابعد البيضة ابعد البيضة ابعد البيضة ابعد. تعال ابعد البيضة. خذها. لا ابعدها. لا والله خذها مالك. هات. تعال خذها. ارميها لعندي. تعال أنت. لا والله ما أجي. آه والله. ها تعال خذها. لا والله. والله. لا وهات هلا. أيوة. وكيف أضمنك أنا الآن؟ أعطى واحد. يا سلام. أعطى المايك. شوف لحظة حسب معي. أها. ها احسب معي. ها الجولة الأولى. ها من حسمها؟ نحن. الجولة الثانية؟ شوط لي وشوط لك. أيوة. والجولة الثالثة؟ يعني تعادل. خلاص عاد تحسب. خلاص شوف تعادل يا جمهور. إذن أعطوني الجوائز. أعطوني الجوائز. أحمر مشاهدينا الكرام 100,000 للفريق الأصفر و 100,000 للفريق الأحمر.